بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ظهر جده عبد المطلب. صلوا على الحبيب. كانت تفوح منه رائحة مسكية. وكانت قريش يستسقون ببركته ويستنصرون به إذا أصابهم انهزام. ورأى في منامه سلسلة من فضة خرجت خرجت من ظهره حتى بلغت العنانة السماوية. ثم عادت شجرة خضراء فتعلق بأغصانها جميع الأنام. ثم لما أصبح قص ما رآه على أهل المعرفة فعبروها له بالمقالات الحسنية. وقالوا له يخرج من ظهرك ولد تطيعه أهل السماوات والأرض ويكون للناس القدوة والإمام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الحبيب الذي نطق الكتاب بفضله. هذا الحبيب الذي خلق الوجود لأجله. هذا الحبيب الذي تعطرت الأكوان بعطره. ليس الكلام يفي وصف جماله ولا اللسان يعي نعت كماله. يا رب يا ربي صل على النبي وآله وعلى السادة الكرام خلفائه ووزرائه. شفوق حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.